اسمع يا مجاهد، الوصل ده اديه للشيخ منظور. امرك يا جناب العمدة. والتوكيل دي وديه الجمعية الزراعية. حاضر يا عم. العقد دي بقى اديه للشيخ عبد الله واد مرعين. امرك يا جناب العمدة. امرك. مالك يا مجاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك؟ بيك ايه؟ سلامتك يا جناب العمدة، سلامتك. اسمع يا مجاهد، انت كبرت ولازم ان تقعد وترتاح في دارك. انا خدامك وخدام ابوك الله يرحم. يعني ما استغناش عنك يا راجل عجوز. وما تخافش، فلوسك هتوصلك لحد دارك كل اول شهر. ربنا يبارك لنا فيك اصيل يا ولد الاصول، وما يوجعك في ديك ابدا، ويبارك لك في عيالك يا ولدي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وهدول يا راجل طيب، احنا نتصرف فيهم بالسلامه يا مجاهد. سلامه يا جناب العمدة. يا سلام على الدنيا. الله يرحمك يا ابوي. ايه؟ ابهم يتجوز؟ ايوه يا احمد، شايف ان حياته متلخبطه، وبيقول ان شغله واخد كل وقته. اصل ادهم زي سيف، سيف عاجل ومتزن. احسن حاجه ندهم الجواز، وبعدين انا عاوز ارتاح، ارتاح من الامانه اللي سابها الغريب في رقبتي. الله يرحمه. الله يرحمه. عال عال، ويا ترى ادهم كلمك على حد؟ لا، انا اللي شفت له. شفت له حد من العيله ولا حد من معارفنا؟ من العيله طبعا. طب زين يا ابوي زين، يا ترى تبقى مين؟ سامية. سامية بنت جابر؟ مالك اتخضيت كده؟ وانت يا ابوي كلمت ادهم في الموضوع ده؟ انا وانت ادرى بمصلحته. لا يا ابوي ما تاخذنيش، مصلحته هو ادرى واحد بيها اكتر مني ومنك. يا حاج عبد الجليل، يا حاج الزمن اتغير دلوقت، وادهم بقى راجل متعلم، واكيد شايف الدنيا بطريقه غير اللي شفناها انا او انت بيها زمان. في حاجات الزمن ما بيغيرهاش واصل. الا الجواز يا ابوي، الا الجواز. هي صحيح سامية بيتنا ومن لحمنا ودمنا، بس برضك ما هياش الست اللي الواحد يتمناها الواحد زي ادهم. ادهم ده راجل متعلم، عايز واحدة زيه، متعلمة ومتنورة، تقدر تفهم ويفهمها، تحس بيه ويحس بيها. ما احنا جربنا الحكاية دي زمان وما نفعتش. ما خلاص يا بوي، اللي راح راح، ملوش لازمة الكلام ده دلوقت. انت اللي فتحت السيرة وحقفل عليها اهو. على اي حال يا حاج، ما انت عارف انت كبيرنا، والكلمة كلمتك والشورة شورتك. فاتح أدهم في الموضوع يمكن يوافق. لا، أنا فاتح جابر الأول وبعدين أكلم أدهم. أيوة حج، بس ما تأخذنيش يعني، الأصول الأصول أنا خبرها زين يا أحمد. خلينيش أحس إن غلطت إن قلت لك، عشان قلت ان الولد زي ولدك، عشان كده قلت لك. خلاص يا ابوي، اللي تشوفه اللي تشوفه يا حاج.